الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قراءة بالتهجي مع أحكام التجويد والمعنى الإجمالي للآية رقم 218 من سورة البقرة، وكذلك الآية التي تلي: همزة كسراء نون شدة مع الغنة إن وغنة ميما ثم نونا شددة وسم كل حرف غنة بدا. همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام شدة فتحة، الذال كسرة زي، الذي يأسكم مضي طبيعي، الذي نون فتحة نا، الذين إن الذين، همزة فتحة آ، ألف سكون مد بدل. ده بقى مد بدل. مد البدل ده عند حفص بيمد بمقدار حركتين، يبقى أشبه بالمد الطبيعي. ميم فتحة ما آما، نون ضمة نو آمنوا، واو سكون مد طبيعي آمنوا. المد الطبيعي هو يعني ايه؟ ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ألف صفر مستدير، حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا، آمنوا إن الذين آمنوا، وفتح واء، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام شدة فتحة، ألا ذال كسرة زي، الذي يسكن مضي طبيعي، الذي نون فتحة ناء، الذين والذين، هاء فتحة هاء، ألف سكون مضي طبيعي، ها، جيم فتحة جاء، هاجا، راء ضمة مع تفخيم الراء، هاجروا، واو سكون مضي طبيعي، هاجروا. ألف صفر مستدير، حرف علة زائد، وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا، هاجروا، واو فتحة واء، جيم فتحة جاء، وجاء، ألف صغيرة مضي طبيعي، وجاء، هاء فتحة هاء، وجاها، دال ضمة دو، وجاهدوا، واو سكون مد طبيعي وجاهدوا. ألف صفر مستدير، حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا، وجاهدوا. فاء كسرة في، ياء سكون مد طبيعي، في، سين فتحة سا، باء كسرة بي، سابي، ياء سكون مد طبيعي، سابي، لام كسرة لي، سابيلي. اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تركيك اللام في اسم الجلالة بسبب أنها جاءت بعد حرف مكسور، في سبيل الله. همزة ضمة أو، واو صفر مستدير، حرف علة زائد لا ينطق، لام فتحة لا، أولى، يعني ما تقولش أولى غلط، لا أولى، كأن الواو ده أصلا غير موجود وإنه موجود في الرسم العثماني فقط، يعني في كتابة المصحف الشريف، أما في الكتابة الإملائية غير موجود. ألف ألف مد واجب متصل، أولى، لام فتحة لا، ألف مد واجب متصل، أولى. ليه قلنا ألف مد واجب متصل؟ لأن عندنا هنا جاء بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة، واحنا قلنا كثير لما يجي حرف المد والهمز الاتنين في كلمة واحدة يبقى هذا اسمه مد ايه؟ مد متصل، حكمه الوجوب. يبقى فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، اكتب البيت ده عندك، فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. يبقى المد والهمز الاتنين في كلمة واحدة يبقى هذا اسمه مد واجب متصل. همز كسرة إيه؟ أولئك، كاف فتحة كا، أولئك، ياء فتحة ياء، راء سكون مع التفخيم، ير، جيم ضمة جو، يرجو، واو سكون مضي طبيعي، يرجو، نون فتحة ناء، يرجون، أولئك يرجون، راء فتحة راء مع التفخيم، الراء دايما لما تلاقيها مفتوحة أو مضمومة تفخم قولا واحدا. حاء سكون مع الهمس لأن الحاء من حروف الهمس فحثه شخص سكت. رح، ميم فتحة ماء، رحمة، تاء فتحة تاء، رحمة. اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تفخيم اللام لأن اسم الجلالة جاء بعد حرف مفتوح، ودايما بنقول اسم الجلالة لما يأتي بعد حرف مفتوح أو مضموم يفخم أو تفخم اللام من اسم الجلال، أما إذا جاء بعد كسر ترقق اللام زي اللي جات عندنا بعد كلمة إيه؟ سبيل الله، مش هينفع تقول سبيل الله، لا ما ينفعش، سبيل الله. طيب يبقى أولئك يرجون رحمة الله،
واو فتحه واو اسم الجلاله لو تجد تأدب مع تفخيم اللام، والله غين فتحه غاء فاء ضمه فو غفو، واو سكون ماضي طبيعي غفو، راء ضمتين مع الادغام في الراء المشدده مع الفتح غفور الراء غفور الراء. ليه؟ لان هنا الراء جاءت هنا جالنا ايه تنوين بالضم وبعده حرف راء، ودايما حروف الادغام لما يجي بعد التنوين حرف راء او لام فده اسمه ادغام من غير غن، اسمه ادغام ايه من غير غن. يبقى هذا هو حكم الايه حكم الادغام من غير غن. ولذلك والثاني ادغام بغير غن في اللام والراء ثم كررنا، والثاني ادغام بغير غن في اللام والراء ثم كررنا. يبقى غفور الراء حاء كسره حي راحي، ياء فتحه ياء سكون ماضي طبيعي راحي، ميم ضمتين من رحيم نقف عليها مد عارض للسكون رحيم، والله غفور رحيم. اوعى تقرا وتعمل غنه في الراء وتقول والله غفور رحيم، لا غلط ما ينفعش، يبقى والله غفور رحيم، لانه وقفنا هنا على الميم ايه مد عارض للسكون. ياء فتحه ياء سين سكون مع الهمس لان من حروف حثه شخص سكت، يس همزه فتحه ا يس ا لام سكون لام ضمه له يسالوا، واو سكون مد طبيعي يسالوا، نون فتحه ناء يسالون، كاف فتحه ك يسالونك، عين فتحه ع نون كسره ني عني، همزه وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدا بقى بالفتح، لام سكون قمريه لان اللام عليها علامه السكون، عن الخاء فتحه خاء عن الخاء وتفخم الخاء لانها من حروف التفخيم المجموعه في جمله خص ضغط قظ خص ضغط قظ. يبقى الخاء ميم سكون الخم راء كسره ري الخمري، ما تقولش الخمري الخم وتفخم الميم ميم، لا الميم من حروف الاستفهام. يسالونك عن الخمر والميسر، واو فتحه واو همزه وصل وسط الكلام تنطق ويبدا باب الفتح، لم سكون قمريه والميم فتحه ماء والماء، ياء سكون حرف رين والمي سين كسره سي والميسي راء كسره ري والميسري نقف عليها والميسر بتركيك الراء. ليه قلنا بتركيك الراء؟ لان حرف الراء جاء بعد حرف مكسور، يبقى وراقك الراء اذا ما كسر كذاك بعد الكسر حيث سكن، فهنا بنقف على الراء بالتركيك لانها جاءت بعد حرف مكسور. والميسر والميسر قاف ضمكو لم سكون مع الاظهار المطلق، قل فاء كسره في ياء سكون ماضي طبيعي في هاء كسره فيه ميم فتحه ماء فيهما، الف مد جائز منفصل. ليه قلنا جائز منفصل؟ ليه؟ لان المد في كلمه والهمز في الكلمه الثانيه، وهذا المد حكمه ايه؟ حكمه الجواز. ليه قلنا حكمه الجواز؟ لان هذا المد يمد ولكن من طريق ايه؟ من طريق كتابة النشر، اما نحن فنقرا الان القران من طريق الشاطبيه، ومن طريق الشاطبيه لا يوجد الا التوسط في المد المنفصل، فهذا اسم مد جائز منفصل، مد جائز ايه؟ منفصل، مد جائز منفصل، ما ننساش ان شاء الله. طيب همزه كسره اي فيهما اي، ثاء سكون اث ميم ضمتين مع الاخفاء لانه جاء بعد حرف كاف والكاف من حروف الاخفاء المجموعه في اوائل كلم البيت، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ثقن ضع ظالما، يبقى اثم ك باء كسره بي كبي، ياء سكون ماضي طبيعي كبي، راء ضمتين مع الادغام في الواو المفتوحه كبير، ميم فتحه ما نون فتحه ناء ومنا، الف صغيره ماضي طبيعي ومنا، فاء كسره في ومنافي، عين ضمه عو ومنافع، لام كسره لي لام سكون شمسيه نون شده فتحه مع الغنه لن، الف سكون ماضي طبيعي لن، سين كسره سي للناس ومنافع للناس، وفتحه واو همزه كسره اي واي، ثاء سكون واث ميم ضمه واثم، هاء ضمه واثمه،
ميم فتحة ما وإثمهما. ألف مد جائز منفصل لسه معدي معانا من شوية في كلمة إيه فيهم، هنا برضو نفس الحكم، يبقى وإثمهما همزة فتحة آ كاف سكون مع الهمس لأنها من حروف حثه شخص سكت حرف الكاف، يبقى أك، وما تعملش فيها قلقل، ما تقولش أك غلط، أك همس فقط، ومعنى الهمس يعني يسمعه القريب دون البعيد. باء فتحة باء أكباء، راء ضمة مع تفخيم الراء أكبر، ميم كسرة مي نون سكون مع الإضغام في النون المشددة مع الفتح، لأن النون من حروف كلمة ين مفازة اسمه إضغام بغنة، يبقى من فاء سكون نف عين كسرة عي نفعي، هاء كسرة هي نفعيه، ميم فتحة ماء نفعيهما، ألف سكون مد ألف سكون مد طبيعي نافعيهما، وإثمهما أكبر من نفعيهما. واو فتحة واء ياء فتحة ياء ويا سين سكون ويس مع الهمس لأنها من الحروف فحثه شخص سكت، ويس همزة فتحة آ ويس آ لام ضمرو ويسألو، واو سكون مضى طبيعي ويسألو، نون فتحة ناء ويسألونا، كاف فتحة كاء ويسألونك، ميم فتحة ماء ألف سكون مضى طبيعي ما، ذال فتحة ذا ماذا، ألف سكون مضى طبيعي ماذا، ويسألونك ماذا، ياء ضم يو نون سكون مع الإخفاء الحقيقي لأنه جاء بعد النون حرف فاء، والفاء من أوائل كلم البيت، صيف ذا ثنا كم جاء ذا شخص قد سما، دم طيبا زيد في ثقل ضع ظالما. ودايما بنقول لما تلاقي النون يعني نزع من عليه حركة السكون فهذا الحكم اسم حكم ايه إخفاء حقيقي، إنما الإخفاء الشفوي بيكون مع الميم. طيب فاء كسرة في ينفي، قاف ضمكو ينفقو، ونفخم طبعا القاف لأنها من حروف خص ضغط انقض حروف استعلاء، ينفقو، واو سكون مضى طبيعي ينفقو، ونون فتحة ناء ينفقونا، ويسألونك ماذا ينفقونا، قاف ضمكو لم كسر لي قولي، همزة وصل وسط الكلام اللي تنطق ويبدأ باب الفتح، لم سكون كمرية العين فتحة العا، فاء سكون مع الهمس العف، واو فتحة واء العفو، نقف عليها بالسكون العفو العفو هكذا، ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، كاف فتحة كاء ذا الفتحة ذا كذا، ألف صغير مضى طبيعي كذا، لم كسر لي كذالي، كاف فتحة كاء كذلك، ياء ضم يو باء فتحة باء يباء، ياء شد كسرة يبي، نون فتحة نو نون ضم نو يبين، والحرف المشدد دايما بقول لك ما تغنش فيه، ما مش كل شوية أقول لك ما تغنش في الحرف المشدد، لا يبين، ما تقولش يبين، لا يبين حرف المشدد، هذا لا نغن ايه في حرف الياء. اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا مع تفخيم اللام لأنها جاءت بعد حرف مضموم، يبقى كذلك يبين الله، لام فتح لا كيف ضمكو لكو ميم ضممو لكمو لكمو، خلي بالنا من ضمة الميم دي عشان الكثير لا ينتبه لضمة الميم، لكمو همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ باب الفتح، لام سكون قمرية لأن عليها علامة السكون أهي رأس حاء صغير، ال همزة فتحة آ ألف سكون مد بدل الآ، ياء فتحة ياء الآيا، ألف صغيرة مد طبيعي لكم الآيا، تاء كسرة إي كذلك يبين الله لكم الآيات، لام فتحة لا عين فتحة لا ع، لام شدة فتحة لعل، كيف ضمكو لعلكو، ميم سكون مع الإظهار الشفوي لعلكم، وبرضو بنقول ما تغنش في اللام ما تقولش لعلكم، كل شوية بقول لك وانت بتقرأ خلي بالك يا حبيبي، لعلكم، تاء فتحة تاء
تاء فتحة تاء 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 فاء فتحة فاء تاء تاء فاء كاف شدة فتحة تاء تاء فاء ك راء ضمة رو مع تفخيم الراء تاء تاء فاء كرو واو سكون ماضي طبيعي تاء تاء فاء كرو نون فتحة ناء تاء تاء فاء كرونا نقف عليها مد عارض للسكون تاء تاء فاء كرون. هنجيب بقى الآيتين على بعض التلاوة تاني. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك، شوف لو أنا نفسي خلص بقف عليها إيه بالسكون العار، أقول أولئك، أوعى تقف وتقول أولئك، لا تقف بالسكون العار أولئك عشان نفسي خلص، وبعدين أجيب منها تاني أقول أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم. وفي هنا خطأ شائع، البعض بيقول إيه والله وا وا لا وا وليس وا وا والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. طيب هنشرح برضو علامات الوقف. علامة الجيم ديت يعني جواز مستوى الطرفين، ينفع انك انت تقف وينفع انك انت تقرأ بالوصل على طول، كلاهما ايه صحيح وجائز ان شاء الله. برضو هتلاقي علامة صلة على كلمة الميسر، علامة صلة ديت يعني ايه الوصل اولى مع جواز الوقف، انك انت توصل وتجيبها باللي بعدها هذا اولى وافضل برضو ايه مع جواز الوقف، وينفع لو انت نفسك قصير تقف عليها مفيش مشاكل. طب قيل ديت يعني ايه؟ قيل ديت عكس صلي، قيلي عكس صلي، قيل ديت الوقف اولى مع جواز الوصل، الوقف اولى مع جواز الوصل. هتلاقي قيل دي على كلمة نفعهما وكذلك على كلمة الايه العفو، لازم نتعلم الوقف الصحيح في المصحف الشريف. هذا هو كانت ايه الآية رقم 218 و219 من سورة الايه البقرة. هذا والحمد لله رب العالمين.